مع المشاهير. كونوا معنا كل أسبوع يوم الجمعة بين الساعة 9 والـ10 مع برنامج مع المشاهير. إعداد وتقديم علاء الجوهري عبر كلام صوت الحلم وراديو المشاهير اللبناني مع المشاهير. مستمعينا ومشاهدينا الكرام عبر الراديو والتلفزيون المشاهير اللبناني، النجمة والممثلة الرائعة نديل الراسي، اليوم شو بتحب تقولي لهالنجاح الرائع اللي عم يحققه ناجد نوراي وصديقك ناجد ناجي القصة؟ شفناكي معهم سهرانة على 3 ليالي ما نمتوا، وجعك وجعهم وجودك معهم هذا قوة كبيرة وبنكبر فيك نحن. كل اللي بدي أقوله إنه اليوم اللي عملوه الشباب لو كان وضعنا بلبنان ووضع الجيش اللبناني جيد كنا بنقول عملناه بكل سهولة، إنما نحن عملناه بصعوبة لأنه تحدينا وفتنا بالمغامرة وكملنا اللي لازم نعمله بالوقت اللي نحن عنا شباب استشهدوا على بمواجهة الإرهاب ومواجهة داعش. هذا الشيء ببين للناس كلها أنه نحن أشخاص ما بيستعصي شيء علينا، اللي بيجي لعنا بمحبة بنقول له أهلا وسهلا، نحن بلاد السهر، بلاد حلوة، بلاد التلج، بلاد البحر، بلاد اللقمة الطيبة، ونحن كلنا إيد بإيد نتحدى ومستعدين نواجه كل شيء. بقى واللي عباله أنه يجي يواجهنا ويجي كرمال أنه يحاربنا منقوله نحن منحارب شيبا وشبابا، وهذا كان واضح باللي صار بعرسال. بقى تحية لكل شهداء الجيش والانتصار اللي انعمر اليوم ودخول ناجي قسطى، نوراي، دوري لبكي وكل الأشخاص القيمين على هالمحل هو تحدي أنه نحن عن جد ما منوطي راسنا. شو طب عمرك وشو عندك جديد بتحب تقولي؟ هلا يا راسي على راسي راديو وتلفزيون مشاهير العرب VIP.